تجرون واشكال عشنا وشفنا مثل الكتاب المفتوح يلي ردت وصفنا داوينا للناس جروح جروح واشكال عشنا وشفنا الصورة صورة بيتنا والناس من طرفنا الصورة صورة بيتنا والناس من طرفنا قصة أمس بها درس بها وفاء وعزة نفس بها طرايف ونيل قصة أمس بها درس بها وفاء وعزة نفس بها طرايف ونيل بها الضعف بيها الوهم بيها صحونا وغيمنا بيها الصبر بيها الندم بيها فرحنا وغيمنا الصورة صورة بيتنا والناس من طرفنا بيتنا والناس من طرفنا والله مو من عوايده هو اذا يريد يتاخر يدس خبر يقول اليوم انا راح اتعطل والله شو اقول لك ظل بالي الله لا يقولها بس لا مريض بشي شو تقول والله يا ابو معتي جيت للقهوه اقفص من الدوام تذكر من كان يضحك ويقول لو دوامي بالدائره كان مضبوط مثل دوامي بالقهوة كان شلبوا بي وما خلوني أطلع تقاعد هو أصلا يجي قبل الكل ويطلع قبل الكل كل اسمع عباس المستعجل والله عباس المستعجل سلامات سلامات نعم عباس خير عباس خير 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 عليكم 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 سلام عليكم وعليكم السلام صبيح يا بي مولود الاستكان شاي بالعجل بالله بعد شوية جر نفس مستعجل شلون مستعجل صار لي شهر يقولوا لي روح للمستشفى روح للطبيب وانا أجلها يوم ورا يوم زين وهسه خلع بالضار خلع؟ ايه الزحلقت بقش الرقي وتقيدت من فوق لي جوه عجيب وبعدين؟ بعدين فاضل اخذني للطبيب قال لي خلع بالضار ولازم تنام على ظهرك وتتحزم هي فاضل هذه ما لها علاقة بوجع ظهرك الاولي لو مو ذيك مشان صارت هاي عيني مولود يا بعيد الشاي الشاي بالعجل ده راح انام ابو غيث انام على ظهري تالي عمري انام على ظهري ويلي يلا عيني مولود وين صار الشاي الشاي يا طالب ايه الشاي ويبوش يا بابا ويلي
ويلي اشرب الشاي واروح انام على ظهري بالبيت. ويلي والحزام لازم اتحزم لازم اقول ايه شلون احزام؟ احزام عريض ينشد على الظهر ويلتف على الخصر. يعني اي حزام عريض يرهن؟ اي حزام عريض. اي هسه ما تشوف ببهاتنا شلون الحياصه كانت قبل قاضبه ظهرهم قبل. قول الحياصه تنفع؟ ليش ما تنفع؟ اقلها الحياصه عريضه مو مثل حزم هالوقت رفاعي ما تنفع. روح شوف عبد الله القصاب احزامه عرضه كف ونص. وين تلقي حياصه هسه وين؟ ها؟ اشو سرحت؟ والله يمكن عند حياصه مال المرحوم ابويا ومضمومه بالغراب العتيقه. ها ابو رشيد صدق؟ يعني هاي طلعت منك مو من غيرك. اريد حياصه اخك واخك. لا 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 ترى ابو هينه جبك على الرحم كلش لازم. اخ حتى المرض يجيني بالساجد. ابو موصلك ابو موصلك. لا 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 خل اجي وياكم. لا لا ابو رشيد اخ فين ايدك فين ايدك انت دور لي على الحياصه. ايدك تجي عليك تجي عليك شويه. في امان الله. الله عليك الخير عليك الخير عندك العافيه. اهلا بيك. حسبة ايه وهي الحسبة تدور بالقلاقيل العتيقة. هي هنا ما تقول لي شنو حسبة يا حسبة. الحياصة حياصة يا حياصة حياصة المرحوم ابويا. ما تقول لي جابها ببالك. تعالي قعدي وانا سويف لك. كانت لي هذه ويلي هذه اتقيد هالشكل ويلي. هاك عيني يا بهاك اشرب الحبايه. كانت مضمومه. ويلي بالعافيه. الله يعافيك بنتي. اخ ما تفيد الحبايه لحياصه احسن شيء لحياصه ويلي. اخ نعم عيني نعم. يبي بس يابا المقصود بالحزام العريض مو مثل ما متخيله انت. اقول يابا ايه يعني الحياصه شنو؟ تبي بشايفتها الحياصه هسه انتوا ليش ما يدرسوكم بالمدارس هالاشياء الشعبيه اللي راح تنقرض مع الاسف. يابا هاي صارت تراث وحل محلها شيء اخر. بس انا بعدني عد رايي لو تاخذ لك او توصي لك حزام عريض تستعمله هوايه احسن من الحياصه. بس اقولكم انا يعجبني اشوف حياصه. اخ بلكي نسويها موده والنسوان كلهم يلبسوها. حرام علي ويلي. لا يا بلا بس انا يعجبني صدق اشوف حياصه. شوفيها بنتي شوفيها هسه يجيبها ومن قال اجيبها يعني يجيبها. ويلي يا بلا هسه انا ايش راح اقول له؟ قل له ما لقيتها. هلو لا هو راح يصدق. انت ما تعرفي هذا تكلم بحكايه هذا وخلص دبك. يعني شنو انت دا تكذب عليه؟ لا هو شكوكي. اي هو مستعجل. يعني انت طلعت علي لابو قد عباس المستعجل. هسه انا شي جاني وقلت له عندي حياصه. لا ما اقدر وحدي بنتي فضيله هاي يا بها.
تعال تعال بابا تعال. اي اي جيتك. ساعديني دا اقوم شوي. جيتك يابا. ايه ويلي يابا. ها تعالي. ها يا شوي ايدي ساعديني. ايه يا الله. على كيفك. عليك كيفك يا اخ. اخ على كيفك جرجري هالشكل. ايه تقولي ما جرجر. اخ يابا. اسم الله عليك اسم الله. يا الله. بدي اطلع بالهول شويه. اي اشتم هواء. اي ما يخالف. يعني الى متى اظن نايمان هنا؟ نايم نايم. يا تعالي يا تعالي اموت يا اظن نايم. ما يخالف يا ابا طيب وصير زين واحسن من الاول. يا ابا هذا من يجاني الظهر؟ من يجاني الظهر؟ ويلي انا تالي تالي تسير بيها شكل. ويلي على كيفك. على كيفك لا تفعل بيها شكل. شوف شلونه. ويلي يا ابا شفتي شفتي لابو رشيد لا خاف ولا خطر. يابا مو اخاف ما لقاها. شلون ما لقاها؟ مو قال عندي يعني عندي اخ. هاي حتى ما عندك مصدر. اسم الله عليك عليك يا سيف. يابا ترى عمي ابو رشيد اذا قال له شيء اسوي يسويه. لا عاد ويلي هسه يجي يعني لا تقرص. مرحبا يابا. هلا 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 داده. هلا ومرحبا. هلا بيك. شلونك يابا؟ هلا. قول لي بدربك ما شفت لابو رشيد بالقهوه؟ لا والله خير. على مود الحياصه. هسه انت ما تقول ليش مكلف بالحياصه. يابا اليوم سالت وقالوا اكو واحد بسوق الصيراي يسوي خوش حزم مال هيك حسبات مثل حسبتك يعني يضبطها بشكل ممتاز. ها هي يابا والله والله فلا اخلي حزام على ظهري اذا ما يقول لي ابو رشيد ليش قال عنده حياصه وقلب علي. هسا اتهمنا ابو فاضل مريض ونايم بالبيت. اي ابو رشيد شنو قصته؟ اشو صار يوم ما مبين؟ ابو رشيد ما ادري. يصير انعدم منه؟ اي شو وجع الظهر يعدي؟ والله شو اقول لك؟ امراض هالوقت اشكال ارناب. ظل حارس نفسك بالبيت على مود الحياصة. خليتني اروح للسوق اليوم ما اعرف شو اشتري ما اشتري. هسه انت ما تعرفي هذا شلون من لي. واحنا شنو ذنبنا؟ بس مو المشكلة اني اد هسه شو تيحكي علي ايش تيقول؟ بالعدل يصدر اوامر ما يطلع عذر لكل احد. ليش انت ما تعرف هذا؟ اليوم البارحة هذا هو. أني أدري الحياصة موجودة بين أنا شفتها بعيوني قبل كم سنة؟ ماكو هاي قبل يعني؟ والله مو طحي. إذا الله ما كذبني أنت شايفها قبل ما تخطبني. شفتي والله يا رشيد شفتي هاي فوق دبي ضربني 100 جنة. خلنا نخلص من هالطلابة. مو طلابة بس ابداعك رشيد. أنت خش بعقلك واحد مثل أبو فاضل يلبس حياصة ويطلع بيها للقهوة ويمشي بيها بالطريق. هي والله حياصة هالأيام والله سلاح له كلها أسقياتي وملاوي يا عيني. أني ما علي نطيت حكاية ولازم أنفذها. شلون تنفذها؟ أنت تعرف بيا صندوق؟ لا أنا دورت بالصندوق العتيق هذا اللي طاسة الحمام والمكحلة وهالنواعم هذه بس الحياصة ما هاي فطنتي؟ إذا الله ما تشذبني أني شايفتها قبل هيك ما أدري ايش قد. وين شايفتها؟ بالصندوق العتيق مال المرحوم عمي. إيه مو هذا شفناه؟ لا لا مو هذا هذا اللي بالأورسي. يعني أكيد؟ لا أقول لك إذا الله ما كذب. إذا قوم عيني تنطري إذا قوم وياي. يا الله. لا مو بهذا.
لعب هذا الجواني وهذا شكو بي غراض رشيد غير ليه دي قابليني قابليني خلي نشيله يلا نجد يا أبن هذا فيه هواية غراض شوية عيني مس ما يتحل حال جرب أم رشيد جرب عيني دوقف يا أبو رشيد مرة رشيد راد يطلع غراب من الصندوق الجواني جاب أربعة من أصدقائه كل واحد صدره هالعضبة كل واحد مثل الحديد يا عيني يعني ها جتني فكرة قول نفتح هذا الصندوق ونفرغ البي ونشيله والمفتاح شلون مفتاح من له عند رشيد غير رشيد شو قلت يرجع مو قال يعني على اساس يا قال 20 يوم تفتيش بين البصره والعماره وبغداد والله ما ادري وين بعد اسمع عمر رشيد عيني عيني انا راح ادفع الصندوق وازحزح من مكانه شويه شويه العليك شنو انت بس انه قري ابو رشيد فدوه تعوذ من الشيطان دخلي واخر خليني اشوف شغلي يا عيني يا ثقيل يا عيني ثقيل هذا ابوك يا رشيد ابو رشيد ابو رشيد ابو قلتلك ايش قلتلك عني رشيد يا ستار يا هذا الحزام ايه ها اريده هاي شنو قلت حياصه يعني حياصه ما تقول انت شمشلب بالحياصه لا عاد مو عيب صديق العمر يبخل علي بحياصه مو عيب وحليت نفسك ما سمعت ابو زكي ايش قال من جا شافني هنا ها قال حتى للقهوه ما يجي ليش يستحي يستحي يشوفني يستحي خاطر ببيت عمي أبو رشيد أنت شايل شي ثقيل؟ إي والله دكتور على كل أنت مو مثل الأول على كل أن الزامط شوي قدام المرة ما رحمت على كل الحكاية طويلة على كل حال أنا راح أكتب لك على دول بس تلبس حزام عريض أقول أنتم متفاعدين أنت أبو فاضل أشوفوهم قبل فترة إجاني لهنا ووصيت يلبس حزام عريض إي والله متفاعدين دكتور بس على الحزام بسيطة إن شاء الله ماكو شيء يا الله وصلي يا أبو وصلي دكتور ظلت العافية عندكم الله يخليك يا أبا الله يحفظك دكتور عيني حقك هذا شنو تحمل العفو دكتور لازم أوصي لك على حزام لا ألبس لحياصة نوبة أنت؟ يا حياسة القشرة عاد خلي من يجي رشيد يجيب الحزام شوف منو منو أنا رشيد الله يساعدك أم رشيد هلا دادة هلا شفت أم رشيد هلا بيكم يا هلا عيني الحمد لله منو أبو زكي وأبو سمير اتفضلوا دادة تفضلوا السلام عليكم السلام عليكم ويلي هاي شنو خير متوعدين ابو فاضل منك وانت منا شنو القصه لحياصه غير لحياصه
والله شغل لك. ليش؟ ما دزيتها لابو فاضل. ليش هو؟ قال لك عليها؟ احكي يا ابو زكي. لا بس هو كان ناطر يجيب لي اياه. انت مو وعدت عليها؟ والله شو اقول لك ابو سمير؟ اي والله وعدت. اجيب لك ماي يا بيه؟ يا ماي يا ماي. انا هسه بحال الماي. شو اسوي بالماي؟ معقولة؟ معقولة ابو زكي ما قال لابو فاضل ظل على خاطره؟ معقولة ما يجي؟ لو يريد يقلب حتى ما يطيني الحياصة. اويلي يابا اويلي. ترى انت سويت من الحباية كباية يا قول وطولت القضية وعرضتها. تقولين فضيلة؟ اي والله صدق. اي كلكم وانتم ما تقدرون هيك قضايا. يا قضية الواحد من ينطي كلمة خلاص. يا بي لا ابو رشيد لا، على الاقل كان تدز لنا خبر او تروح تقول له ما نسيتها. وليش وليش كان هو صدق؟ وخلي ما يصدق، بس انت ما تعرفه زين. شلون ما اعرفه؟ عباس المستعجل. لا لا ابو رشيد تمام، هو يزعل بس يتراجع بسرعه فور الجذر. على كل حال صارت على بختك ابو رشيد، خليها علينا. بس دير بالك على نفسك. عقبيش عقبيش عقب ما طق الدمار. اويلي فاضل قوم شوف اختك شو فاضل. نعم حكي. يا جماعة على ظهر السوابية مرمرني. يا به تفضل 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 تفضل. شفت يا به ايش قلت لك؟ والله يا ابو فاضل ابو رشيد متأذي كلش. اي والله متأذي. يعني متأذي هواية؟ هو متأذي أكثر لأن مالك الحياصة. يعني هسه إلا يا أبو ما روح أشوفه أحسن. درتاح في يومين ثلاثة؟ لا 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 صحتي شوية صارت أحسن. قوم قوم ابني أنت وقتك بدله حتى نروح. يلا كيفك ابن رشيد رشودي. يا بزيتك لحظة زيتك خلص. يا أبه تفضل يا أبه. ابني عدلني شوية ساعدني. يا الله يا يا هسه لو منتظرني إلى أن أجي أنا أطلع حلك وتاخذها العم عباس. هو عباس المستعجل يصطبه، خلاني احرك الصندوق وصار اللي صار بيه. صدق ابني امك وصلتني قبل ما تروح للسوق. قالت لا تخلي الرشيد يحرك الصندوق. يا صندوق هذا من الارسي. ارسي شنو يابه؟ الحياصه انا خليها بالمكتبه. وانا سبعت امك يا مكتبه. هسه اروح اجيبها وشوفها للحياصه. لحظه اصبر لي. خطيه خليت تدور بالقلاقيل ودور منا وانا وياها وطق عند الدمار وتالي يقولي بالمكتبة. تفضل هاي الحياة. هاي وين تجي علي؟ يمو انت ما شاء الله تمنت يا يابا. اشوف الباب يابا. لا الله منو؟ اهلا عمي عباس. اهلا ومرحبا.
مرحبا رشيد. اهلا فاضل. ويلي سلام عليكم. هلا يا ابو رشيد. وعليكم السلام. مرحبا عمو. هلا عمو. هلا عمو. هلا بالحبابه. هلا. لسه هي الحسبه تسوى حتى تأدي نفسك هالشكل من ورا حياصه. هو اني لوخ. لسه انت ما تعرف انا عباس مستعجل. مو أنا أعرفك إيش تتصور لو ما أجيبك إياها. والله السبب من المستعجل ومن المو مستعجل. شو تقول رشيد؟ والله في الحالة كان لازم أبويا يستعجل ويجي على عمي عباس ويقول له ما لقيت الحياص. تمام. وينتظر إلى أن أرجع لبغداد وأنا أطلعها له. إيه هو راح يصبر. ليش شباب ما أصطبر؟ يا بد الروح. يا بد الروح أنت. لا شو أنت تروح. لا شو أنت تروح. أي صدق اثنين رحنا للطبيب واثنين وصلنا على حزب. تدري انت فاهم شلون لو تدري لو ما تدري تدري انت زعل شلون لو تدري لو ما تدري تدري انت فاهم شلون لو تدري لو ما تدري تدري انت زعل شلون لو تدري لو ما تدري تدري شكو بقلوبنا عيني لا وشانا كنا وثوبنا لا قلبي لا تدري شكو بقلوبنا